السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حكيم مقاولة موزة. رجعت لكم اليوم بمقطع جديد. مقطع يعني عبارة عن سكتش جماعة الخير. فقدت مقطع جماعة الخير، لا تنسون تصلون عبر مصاحب ما تخليك مع المقطع. طيب جماعة الخير، فكرة هذا السكتش انه اشياء دايم تصير للناس، فاذا عجبكم هذا المقطع تصلون تضغطون لايك وتشتركون وتفعلون جرس التنبيهات وتصلون على النبي اللهم صلي على محمد. يا جماعة الخير، ابي اوصل 300 مشترك. ادري اني ازعجتكم يا جماعة الخير. ما بيطول عليكم مقدمة، خليكم مع المقطع. من اليد إلى شكله هناك. لا مو هنا. يا ليل، تدرون وين الريموت؟ لا ما أدري وينه. ده وش ذا اللي بيدك؟ وشو؟ روح جيب ماء. شابي أنا خلاص صراحة بشرب ماء. شابي أنا لا يا قهر، سليت لو من اول لوتن جايب هذا ليل. صدي فيديو جماعة الخير، إن شاء الله عجبكم هذا المقطع. إذا عجبكم لا تنسون تضغطون لايك وتشتركون وتفعلون جرس التنبيهات وتصلون على نبي اللهم صلي على محمد. يا جماعة الخير، إذا تبون أستمر بسكتشات اكتب تحت في الكومنتات. يا جماعة الخير، بو فكرة إن شاء الله السكتش راح أسويه بالمقاطع، أحد المقاطع الجاية. فإن شاء الله يعجبكم هذا المقطع. مثل ما قلت لكم، أبي أوصل 300 مشترك يا جماعة الخير بأقرب وقت. باقي 13 مشترك. ما بيطول عليكم مقطع يا جماعة الخير. أشوفكم بإذن الله مقاطع جاية. السلام عليكم.